طيب بص يا جماعه، يعني في الحقيقه دلوقتي احنا معانا اتحاد محقق انجاز كبير جدا في اللعبه بتاعته، بالاخص في لعبه الكاراتيه. ما شاء الله عندنا لاعبين محققين انجازات عالميه ودوليه ومشرفه بشكل كبير جدا، وكمان من ضمنهم لاعبين صعدوا الاولمبياد طبعا اللي تم تاجيلها الفتره الحاليه. النهارده احنا منورنا في الاستوديو رئيس اتحاد الكاراتيه كابتن محمد الدهراوي، وكمان نائب رئيس الاتحاد العربي، علشان يكلمنا بقى بشكل اكبر عن الكاراتيه، وكمان ازاي هيتم استئناف النشاط الرياضي مره اخرى، وكمان ايه هي الاجراءات اللي هيقوم بيها الاتحاد في عوده النشاط. يا دكتور او استاذ محمد، بنرحب بيك معنا. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين. كابتن محمد، يمكن يعني مع عوده واستئناف النشاط الرياضي مره اخرى، اكيد الاتحاد بيفكر بشكل مختلف المره دي مع وجود كورونا، هتعملوا ايه؟ هو يمكن يعني الحمد لله رب العالمين، لعبه الكاراتيه بالذات اكبر لعبه لها عدد تواجد في قلب الملاعب كلها، يمكن مفيش مركز شباب على مستوى مصر او الانديه مفيهاش كاراتيه، ويمكن الاتحاد في 27 محافظه، ال 27 منطقه دول يعني ال 27 محافظه ممثله في اتحاد الكاراتيه. عشان كده كنا حريصين كل الحرص ان احنا نعمل تواصل مع كل المحافظات اللي موجوده. يمكن من تاني يوم العيد مباشره عملنا اجتماع زوم مع كل مدربين كل محافظه على حده يوميا من اول اسوان لحد مرسى مطروح، على اساس نبدا نعمل توعيه للمدربين والمناطق بالكامل انها تستعد كمجلس اداره. والحمد لله رب العالمين بداوا يتفهموا الموضوع، لان طبعا هي المشكله الوحيده عندنا ان اعداد اللعيبه كبيره جدا كتيره في قلب الانديه. لازم يكون الاتحاد حريص ان ما يحصلش اصابات او ان المرض يكتر بزياده او الكلام ده كله، لان ده هياثر بالسلب على اللاعبين. فطبعا الحمد لله التوعيه وصلت كويس، واحنا يمكن عملنا حاجه كويسه جدا في الاتحاد، عملنا لجنه طبيه عليا من 9 افراد ممثله، واحد مسؤول عن القاهره، الجيزه، اسكندريه، شمال الصعيد مجموعه، جنوب الصعيد بالاضافه الى القناه ووسط بالنسبه للبحري كده واجه بحري ايضا، وعملنا لجان فرعيه في كل منطقه، يعني في لجنه طبيه في كل فرع هتتواصل مع اللجنه الفرعيه. ما في كل فرع اللي هو كل منطقه 27 لجنه فرعيه هتتواصل مع اللجنه العليا، وهيتم وضعهم على جروب المدربين اللي موجود داخل الفروع، عشان خاطر جميع النواحي الاحترازيه تكون واصله للمدربين كويس جدا، وفي نفس الوقت يتفاعلوا مع الانديه اللي موجوده ومراكز الشباب، خاصة عندنا الصالات. طب معلش هنا ال 27 لجنه فرعيه دول ايه الدور اللي هيقوموا بيه؟ ان النهارده اللجنه العليا اللي عندي هتتواصل مع كل مندوب او كل طبيب موجود في داخل المحافظه الموجوده في اللجنه الفرعيه ده، على اساس تنقل النواحي الاحترازيه بالكامل وعلى يعني تواصل. يعني معلش هي برضو عفوا، يعني هي المفروض هنا يعني مين اللي موجود فيها اللجنه الفرعيه دي؟ طبيب، اطباء. اطباء من اللعبه نفسها كمان، احنا عندنا يمكن الحكام عندنا حوالي 500 حكم على مستوى مصر، في معظمهم اطباء وبرضو مدربين والكلام ده، فاحنا كلفنا كل رئيس منطقه وكل فرع ان هو يعمل لجنه طبيه من 2 أو 1 على الاقل من الاطباء، عشان يتواصلوا مع اللجنه الرئيسيه. عشان يتابعوا المدربين الموجودين داخل الفروع، لو قدر الله لو في اي استفسار او في اي ما تمت يتم التفاعل مباشرة من اللجنة الفرعية مع اللجنة الرئيسية مباشرة. والاتحاد هيتابع أول بأول معهم. يعني هم المفروض اللجنة دي مشكلة من أطباء، أطباء متخصصين، والمفروض دورهم إن هم بيقوموا بالتوعية، ولو لا قدر الله في إصابات بيرفعوا تقارير للاتحاد المفروض، والاتحاد هنا المفروض بقى بيعمل إيه؟ دوره إيه؟ يعني لو لا قدر الله في إصابة هنا يرفعوا التقرير للجنه العليا، للجنه الطبيه العليا اللي في الاتحاد. تمام. ويتم التفاعل معاها ان احنا بقدر الامكان هنساعد المدربين اللي موجودين دول او اللعيبه اللي حصل لها اي اصابات لا قدر الله، الاضافه للانديه اصلا هتقوم بدورها، ولكن احنا كاتحاد لازم نكون حريصين على ان احنا برضو ننهض شويه ونساعد الدوله في المدربين بتوعنا. اكيد طبعا. طيب هنا في ملف معين او محدد او بروتوكول الاتحاد حطه بالنسبه للجنه الطبيه؟ طبعا احنا اللجنه الطبيه دي اعتمدت فعلا في مجلس اداره عندنا، ويتم تفاعلها النهارده مع الفروع، وفي اجتماع بكره ان شاء الله في اللجنه الاولمبيه مع رؤساء الاتحادات بالكامل مع اللجان الطبيه اللي موجوده في كل اتحاد. رئيس اللجنه الطبيه على اساس هياخدوا التعليمات بالكامل من هنا. اللجنه الطبيه هتقوم بدورها انها تعمل اجتماع موسع داخل الاتحاد وتواصل مع اللجان الفرعيه، ويتم لهم كل الاخبار اللي موجوده وكل التعليمات الموجوده. كابتن محمد، يمكن اتحاد الكاراتيه من الاتحادات القليله جدا اللي يمكن يعني عامل برضو تعويض لبعض المتضررين الفتره اللي فاتت، وحتى كمان من اللاعبين والكباتن والمدربين. يعني المفروض الاتحاد هنا كان يعني بيعمل ايه؟ وبرضو على ما اعتقد ان موارد الاتحاد كويسه، يعني الاتحاد الحمد لله ماشي كويس، يعني احنا الحمد لله عاملين توعيه كويسه جدا للمدربين، وعاملين برضه لهم رعايه كويسه، بمعنى ان احنا مثلا الاختبار رسوم الاختبار ده المورد الاساسي للاتحاد عندنا، فاحنا عاملين من اول ما جينا من 3 سنين من الانتخابات عملنا لائحه كويسه جدا للمدرب على اساس يبقى له كرامه، لان الانديه ومراكز الشباب بتدي رواتب صغيره جدا. فعملنا مثلا المدرب الفعلي بتاع مراكز الشباب او الانديه بياخد من الاختبار مثلا سي الاختبار الاتحاد بياخد 50، يبقى هو له حصه اصلا 30
برضه بتتحصل لصالح المدرب، مدرب القاهره والجيزه واسكندريه عشان برضه الاعداد كبيره فيهم، بيتم تحصيل 40 لصالح المدرب و50 لصالح الاختبار نفسه. يعني اذا النهارده المدرب بياخد نسبه 40% والاتحاد بياخد 60%، فده برضه يعتبر عائد شويه للمدرب عشان يبقى مساعده له. ما تمت الازمه اللي موجوده طبعا مدربين الكاراتيه اعتمادهم كله وجزئي على الاشتراكات اللي بتتم داخل الانديه ومراكز الشباب، على اساس في نسبه الوزاره محددها ان المدرب بياخد 40% والنادي بياخد 60%، فطبعا وقفت القصه دي والمدربين عندنا اعدادها كبير، عشان كده كان صوتهم مسموع اكتر، لان فعلا اكبر عدد مدربين في مصر مدربين كاراتيه، يعني لو جمعنا كل الاتحادات مدربينها ومدربين الكاراتيه هيطلعوا اكتر من عدد المدربين الموجود. عدد كبير؟ اكبر عدد موجود مدربين على مستوى مصر. عدد فوق الخيال. عدد كبير. اكبر من الاتحادات بالكامل، لان هو طبعا ما فيش مركز شباب في مصر ما فيهوش كاراتيه، ما فيش نادي في مصر ما فيهوش كاراتيه، بل بالعكس النهارده بقى في انديه حتى فيها جهاز فني كبير، يعني مثلا النادي الاهلي بقول لك في 50 مدرب جهاز كله، حوالي 50 مدرب، عدد كبير مش قليل. فالنهارده احنا عندنا الاعداد كبيره، فطبعا قدمنا الطلب لوزاره الشباب والرياضه وتم الموافقه عليه بان احنا ندعم ب 500 جنيه للمدربين اللي هم غير مؤمن عليهم واللي هم حصل لهم اصابات اكتر وكلام متضرر اكتر. فالحمد لله قمنا بالواجب ده، وفي نفس الوقت كمان عملنا برضو سلفه للمدربين على اساس تسدد بعد كده طول السنه على عن طريق الاختبارات والكلام ده، عشان برضو يبداوا يتحركوا والكلام ده. لا عظيم جدا، خطوه محترمه جدا من الاتحاد طبعا. الحمد لله. طيب كابتن محمد، يعني مع عوده بقى استئناف النشاط الرياضي مره اخرى، عندكم في الكاراتيه المفروض الدنيا ماشيه ازاي؟ هل تم خلاص الانتهاء من الموسم الماضي ولا لسه تستكملوه مره اخرى ولا مع عوده موسم جديد ولا ايه الموضوع؟ هو طبعا كان في الموسم في بطولات معلقه اللي هي بطوله ناشئين 10 سنين و11 سنه و12 سنه وبطوله ذوي الاحتياجات الخاصه، وكان ايضا لسه بطوله انهاء الدوري الممتاز رجال وانسات للكوميتين. فطبعا 10 و11 و12 دول عشان هم ناشئين ومش معتمد عليهم المنتخب، فطبعا دول تم الاكتفاء ان هم ما تلعبوش على اساس هيبداوا مع الموسم الجديد، مع بدايه الموسم الجديد في شهر 9 ان شاء الله. ولكن الدوري الممتاز النهائي بتاعه لازم يتلعب، لان احنا عندنا الدوري درجه ثانيه واولى وممتاز، ففي فرق من الدرجه الاولى لازم تصعد اربع فرق ويهبط من الممتاز اربع فرق ثانيين، فبالتالي لابد من استكمال الدوري الممتاز. فاستقر ان احنا كمجلس اداره خدنا قرار مع اللجنه الفنيه ان احنا هنعمل الدوري الممتاز في نهاية شهر 8 بإذن الله، قبل اللي هو النشاط الجديد اللي هيبدأ في شهر 9. لا تاني كده معلش، يعني هنا المفروض هيتلعب امتى اللي هو الاستكمال؟ نهائي في نهائي الدوري الممتاز هو اللي فاضل. ايوه اسبوع واحد هيتلعب في نهائي في نهاية شهر اغسطس. اغسطس. وبعد كده الجديد هيبقى امتى؟ الجديد هيبقى في اول سبتمبر ان شاء الله، نبدأ تفاعل بطولات اللي هي ناشئين 10 و11 و12 الموسم الجديد. هو المفروض عندنا يعني الكاراتيه في متقسم لكاتا. الكاراتيه عباره عن كاتا وكوميتين. مظبوط كده؟ هل دي مسابقه مختلفه عن دي ولا الاثنين مع بعض في نفس المسابقه؟ لا، البطولات عندنا بنعملها على مراحل، مثلا اربع ايام او خمس ايام للمرحله السنيه الواحده، فبنخلي يوم للكاتا ويوم للكوميتيه وهكذا، او اوزان، لان الكوميتيه اوزان، فبنخليه يومين او ثلاثه، والكاتا بتبقى يوم او يومين، دي لوحدها ودي لوحدها. دي المسابقه لها درجات معينه، والكوميتيه برضه له قانون معين خاص بيه. النهارده بالنسبه للتدريبات هنبدا، المفروض ان لعبه الكاراتيه هي عباره عن شق اللي هو بتاع الكاتا والاساسيات، وشق اللي هو الكوميتيه. الكاتا ده اللي هو يعتبر غير تلامسي، الكوميتيه هو اللي فيه تلامسي والتحام مع الخصم. انما الكاتا عباره عن حركات دفاع وهجوم، الشخص بيتخيل قدامه انه في شخص اخر فبيبدا يلعب حركات عباره عن دفاع وهجوم. فبالتالي التدريب هيبدا من اول شهر 7 باذن الله للجزء الخاص بالاساسيات والكاتا اللي هو يعتبر غير تلامسي بالمره، وانما الجزء اللي هو التلامسي بتاع الكوميتيه يبدا الكوميتيه من اول شهر 8 باذن الله تعالى. هنا نظام شكل المسابقه بيكون عامل ازاي؟ يعني هنا اللاعب المفروض بيمثل النادي بتاعه. تمام. هنا بيبقى عامل زي الدوري العام كده لكره القدم، رايح جاي ولا الموضوع ماشي ازاي؟ وكم نادي عندنا مشاركين في المسابقه؟ لا الانديه بسم الله ما شاء الله، يعني الدوري بيبقى محدد له كم فريق؟ الدوري عندنا الدوري الممتاز معروف عندنا ان هو 16 فريق. تمام. والدوري الدرجه الاولى عندنا 16 فريق، انما الدوري الدرجه الثانيه مفتوح وبنقسمه لعدد من المجموعات، يعني كل مجموعه بتاخد منها عدد معين بحيث يصعد في النهايه 16 فريق بس في النهايه، دول اللي بيلعبوا مع بعض دوري، وبنوصل منهم لاربعه بيصعدوا للاولى واربعه بيهبطوا من الاولى، والممتاز كذلك. تمام. ده كاتا وكوميتي. احنا عندنا الدوري عباره عن ناشئين وشباب وكبار، يعني ثلاث مراحل في الدوري. دوري الدرجه الثانيه بيوصل عدد الفرق بتاعه بسم الله ما شاء الله الى 200 فريق. عدد كبير جدا. الدوري الدرجه الثانيه كل انديه مصر معظمها الغالبيه بتشترك في الدوري الدرجه الثانيه، لكن الاساس في الاولى او الممتاز هو بيوصل ل 16 فريق بس، ده المصفى الاساسيه او دي احسن لعيبه في مصر اللي هي بتاعه الدوري الممتاز. كابتن محمد، يمكن الاتحاد عندكم مركز جدا يعني في الجنوب ناحيه الصعيد بشكل كبير جدا، اخبار الدنيا ايه هناك؟ هل النشاط الكاراتيه هناك يعني اختلف كل يوم بيمارس بشكل كبير واهتمامات بشكل اكبر الفتره الحاليه؟ احنا عملنا خطه كبيره جدا، وصلنا احنا قسمنا مصر لثمان قطاعات،
ليه؟ عشان ندي لكل واحد جزء ان هو يلعب بطوله، لازم يلعب بطوله مش عباره عن ممارسه نشاط بس رياضي ويلعب اختبار احزمه فقط، لان لازم كل اللعيبه اللي بتمارس النشاط لازم تلعب بطولات ويبقى لها حق انها تحس بذاتها وقيمتها. فقسمنا مصر 8 قطاعات، الصعيد 5 محافظات لوحدهم كقطاع والخمسه التانيين كقطاع مع بعض، يعني مثلا بني سويف والمنيا والفيوم والوادي الجديد واسيوط دول لوحدهم، الشمال مع نفسه والجنوب مع نفسه 5، واسكندريه قطاع لوحدها، بحري قطاعين، القناه قطاع لوحده، عشان برضو انا عندي في القناه السويس والاسماعيليه وبورسعيد وايضا جنوب شمال سيناء، ودخلنا جنوب سيناء ايضا معاهم، فكده وسعنا القاعده بالنسبه لمصر بحالها. فكل قطاع بيلعب بطوله اللي هي ادوار تمهيديه لبطوله الجمهوريه، ويطلع منهم 8 لاعيبه، الثمانيه دول من الثمان قطاعات، يبقى النهائيات كلها من دور ال 64، ال 64 ده بيتلعب في القاهره هنا، ولكن القطاعات بتتلعب في قريب من المحافظه بتاعتها. يعني على سبيل المثال لو قلنا المحافظات عباره عن المنيا وبني سويف والفيوم واسيوط ولاد جديد، مره بطوله مرحله سنين 10 سنين مثلا تبقى في المنيا، بطوله 11 سنه تبقى في اسيوط، بطوله 12 تبقى في فيوم، في بني سويف، عشان كل محافظه تحس ان في بطوله راحت عندها، عشان يزيد العدد ويحصل فيه تنافس. ترتب على ذلك ان عندنا النهارده في منتخب مصر في بنت من الغردقه جابت بطوله افريقيا، خدت بطوله جمهوريه، في بنت من الاقصر جابت بطوله جمهوريه، اول جمهوريه في منتخب مصر، معناها لو توصل وتجيب اول على جميع انديه مصر، معناها لما جت لها الفرصه واحتكت والبطوله جت لها لحد عندها ولعبت. اما بتوصل ما بتلعب في وسط 5 محافظات قريبه منها بتكتسب الثقه في نفسها وخدت ميداليه، فبتبقى عايزه تكمل وتلعب النهائيات. يعني عين الاتحاد عليهم بالظبط، من الاخر كده بالظبط، لان دايما بيبقوا يعني بعض المحافظات بيحسوا ان هم يعني بظلم شويه لبعض اللاعبات ان هم مش متواجدين في منتخب مصر. صعب انه بييجوا لحد هنا من اسوان وهنا والكلام ده، هيجي 2 3، لكن لما تبقى البطوله عندهم الكل هيشترك في البطوله، فاكبر عدد اشترك. عظيم جدا. طيب نيجي بقى لاكبر حاجه عندنا بالنسبه لنا، الاولمبياد الفتره اللي فاتت المفروض كان عندنا يعني تاهل بعض اللاعبين، ومن ضمنهم جيانا فاروق، المفروض هي يعني صعدت الاولمبياد الفتره الحاليه، ومع تاجيل بقى الاولمبياد للفتره القادمه، المفروض هنا يتم التعامل ازاي مع جيانا بالاخص، وكمان بعض اللاعبين المفروض يعني برضو مصنفين، عندنا ياسمين حمدي، عندنا برضو عندنا ياسمين حمدي، وعندنا علي الصاوي، وعندنا فريال، وعندنا احمد اشرف، وعندنا محمد رمضان ما شاء الله، وعبد الله ممدوح، في لعيبه الحمد لله رب العالمين يعني كويسه وصلت في دار يعني التارجت عالي. ايه البرنامج المحطوط لهم المفروض الاساس عندنا مصنف. ان احنا بدانا اول حاجه ان احنا عملنا قدمنا طلب ساعه ما اتقال ان التدريبات هتبدا للمنتخبات، قلنا نعمل معسكر في المركز الاولمبي، وفعلا تم بالفعل اتفاق مع اللجنه الاولمبيه ومع المركز الاولمبي ان احنا هندخل ال 12 لاعب اللي هم لهم تصنيف عالمي عندي، دول اللي هيبداوا معسكرهم من يوم الاربعاء، يدخلوا الاربعاء ويطلعوا لحد من المركز الاولمبي، واحنا مسؤولين ان احنا نعمل مسحه طبيه لكل اللعيبه بتاعه المنتخب اللي هتدخل المعسكر، بما فيها الجهاز الفني والجهاز المعاون ايضا، سواء طبي بقى او لكل المتواجدين، كل المتواجدين داخل المعسكر بيتعاملوا مع اللاعبين، هيتعمل لهم مسحه طبيه على حساب الاتحاد المصري للكاراتيه، بخلاف الماسكات، بخلاف التعقيمات بالكامل. يمكن احنا برضه جايبين حاجه للوجه، لان اللاعب طبعا مش هيلعب بالكمامه، لكن الجهاز الفني والمعاون والطبي كله هيلبس كمامه اثناء فتره التدريب، لكن اللعيبه قبل التدريب وبعده بس، لكن اثناء التدريب جايبين احنا للفيس للوجه كده شفاف حلو ده عشان خاطر ما يحصلش تلامس للانف ولا للوجه ولا للعين ولا للفم من اللاعب الزميل ولا الكلام ده، عشان لما يلعب كوميتيه اللي هي الماتشات بالذات ما يحصلش اي ضرر ولا يحصل مش ممكن ده يضره لو لا هو خفيف جدا لا خفيف جدا يعني لو زي اللبس بتاع الاطباء فمش هيضر وخصوصا احنا برضو التدريب هيبقى عباره عن ان هو بيدار ويلعب مع زميله بيبقى في مسافه كنترول تمام. بس اضعف الايمان ان انا بمنع بس ان هو يلمس وجه الخصم. طيب المفروض ان المسحه هتتم كل قد ايه؟ يعني هي مره واحده بس هتتم المسحه للاعبين، ولا المفروض بعد كل مسحه ومسحه مده قد ايه؟ احنا لسه هناخد تعليمات بكره، لكن احنا عاملين حسابنا كاتحاد ان احنا مثلا لو كل شهر هنعملها هنعمل مسحه، بخلاف الجهاز الحراري اللي موجود دائم مع الجهاز الطبي في قلب المنتخب في المركز الاولمبي، ففي متابعه جامده، وفي 2 اطباء موجودين داخل المركز الاولمبي برضه بتوع الاتحاد مع المنتخب. اي طلبات لهم هنعملها، يعني اي اسعافات اوليه هنعملها. طب معلش برضو هنا هرجع تاني مره اخرى لجيانا، يعني المفروض هي من ضمن اللاعبين اللي هي خلاص طبعا جيانا الوحيده يعني. الحمد لله رب العالمين مؤهله فعلا، فهل ليها دي برنامج خاص شويه عشان خاطر هو طبعا مستواها لحد هي طبعا هي موجوده داخل المنتخب، ولها اصلا كمان شركات راعيه، ولها مدرب خاص لها غير المنتخب ايضا، لها مدرب فني، لها مدرب منتال، لها مدرب بدني، لها مدرب تغذيه، بالاضافه الى الجهاز الفني الموجود في المنتخب، عندنا ايضا منتال وعندنا
منتال وعندنا معد نفسي وعندنا كله متوفر يعني. كله متوفر. كان دايما كابتن محمد يقول ايه اي لاعب مثلا بعض اللاعبين كانوا يقولوا ان الدعم الاتحاد ممكن كويس الدعم الاتحاد في تقصير شويه اتحاد الكاراتيه اخباره ايه والدعم اللاعبين عامل ازاي؟ احنا الحمد لله يمكن شغل الاساسي للاتحاد هو المنتخب يمكن برضو في المجلس بتاعنا احنا عملنا لائحة اللي هي اللاعب اللي معاه بطولة عالم له راتب شهري لمدة سنتين لان بطولة العالم للكبار مثلا كل سنتين بطولة العالم للشباب والناشئين كل سنتين اذا اللاعب اللي بيجيب ميداليه بيحقق ميداليه له راتب زيه زي اي نادي موجود اعلى نادي في مصر ده مرتب ثابت ليه مرتب ثابت شهري بخلاف البدلات بتاعته بخلاف مصروف الجيب اللي بياخده عن طريق وجوده في المنتخب ولكن له مرتب ثابت ده عشان يشجع ان اللعيبه تجيب بطولات عالم وفعلا الكبار اول ما صرفنا لهم احنا كان عندنا سنه في 2019 بطولة عالم شباب وناشئين خدنا مركز اول ترتيب عام عندي 25 لاعب واخدين ميداليات خدنا ترتيب عام اول كلهم بيقبضوا من الاتحاد فده راتب يعتبر معاون بخلاف النهارده فعلا بدات في شركات راعيه تيجي للعيبه عندنا جيانا فاروق لها عندنا شيماء ابو اليزيد لها برضو شركه راعيه عندنا علي الصاوي شركه راعيه فالحمد لله رب العالمين بدات الدنيا تنفس بالنسبه للسفريات المنتخب الاشتراك اللي خلانا تصنيف اول عالم ان احنا ما سبناش سفريه للاتحاد الدولي حاططها في الاجنده بتاعته سواء ناشئين او كبار الا شاركنا فيها بجميع الموازين وبيطلعوا برضو قبلها بيومين ثلاثة بفترة كويسة عشان خاطر يحققوا التارجت بتاعهم ويثبتوا ذاتهم يعني ما بخلناش على اللعيبة في الصرف في أي شيء جميع سفريات اللعيبة بالكامل اللي في أجنة الاتحاد الدولي جميع البطولات صفرنا اللعيبة كلها ويمكن ده اللي حط مصر في صدارة الترتيب العالمي بالظبط الحمد لله حتى يعني. الناشئين كلهم النهارده ترتيبهم اول بناء على اساس انهم اشتركوا في كل البطولات الموجوده في الاتحاد الدولي سواء بقى كان في بطولات للشباب اللي هي زي كرواتيا والكلام ده كله بطولات اعداد للعيبه للشباب او دوري اعلام مصغر لهم برضو حققوا فيه نتائج عشان كده وصلوا للتصفيات عظيم جدا كابتن محمد لسه نستكمل معاك بقيه لقائنا لكن هنطلع لفاصل صغير لسه بنكمل معاكم مع كابتن محمد الظهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه خليكم معانا. طيب ولسه منورنا الكابتن محمد الظهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي. كابتن محمد يعني الحمد لله مصر فازت ان هي تنظم بطوله افريقيا للناشئين والشباب المفروض ان شاء الله والكبار والكبار كمان السنه اللي جايه طبعا فكانت منافسه قويه جدا مع كوت ديفوار كلمنا عنها وازاي كمان مصر تستعد ان شاء الله لتنظيم البطوله القويه دي لكل القطاعات ده. هو من قبل الحدث ده بثلاث شهور كنا عندنا قبل كده في الموسم اللي فات كان عندنا بطوله افريقيا وتم التواصل مع رئيس الاتحاد الافريقي وقدمنا طلب رسمي ان احنا عايزين ناخد فعلا البطوله وكانت هي متحدده في كوت ديفوار فيمكن اصرارنا وتحدثنا معاه اكتر من مره وتواجدوا معانا هنا في مصر في مره في اجتماع من الاجتماعات تم الاتفاق فعلا واخيرا لسه الاسبوع اللي فات ده بلغني انه خلاص تم الموافقه على ان مصر تستضيفها لان فعلا ما اقيمتش في مصر من ايام من 96 يعني من فتره طويله بطوله افريقيه لكن بطوله عربيه بنعملها على طول لكن افريقيه ما اقيمتش فصممنا مع الاتحاد الافريقي والحمد لله رئيس الاتحاد الافريقي كان متعاون جدا ومجلس الاداره ايضا والحمد لله وافق اخيرا على انها تعمل في مصر ودي هتبقى كويسه جدا للعيبه ليه عشان ندخل باكبر عدد فيها وكل الجمهور المصري هيتفرج عليها ولسه بفكر في المكان اقامتها فين لان لسه عايز تم تحديد ميعادها ان شاء الله في شهر 5 كده مبدئيا لحد ما تنزل اجنده الاتحاد الدولي لان الكوره راحت بقى ان شاء الله ان شاء الله لان اجنده الاتحاد الدولي هتبدا الاتحاد الدولي الاجنده بتاعته من شهر 2 اللي جاي فبناء عليها يتحط التوقيت بالظبط عشان لازم رئيس الاتحاد الدولي هنخليه يحضر برضه باذن الله هتبقى نقله كويسه للكاراتيه هتستعدوا ازاي بقى الفتره الحاليه المفروض لتنظيم البطوله متهيألي خلاص الفتره تعتبر يعني الفتره يبقى طبعا هو هنبدا نشاط 1/9 انا عندي المنتخبات شغاله اللي هو ناشئين وشباب وتحت 21 شغالين اونلاين مؤقتا والكبار هم اللي هيبداوا في المركز الاولمبي اللي هم بتوع الاولمبيات ولكن بعد شهرين هتبدا الدنيا تتغير شويه وهنكون دخلنا في النشاط الموسم الجديد عندي المنتخبات شغاله طول السنتين على بعض ما بوقفش منتخب نهائي لكن بيبقى في احلال وتجديد لما يتم بطوله جمهوريه جديده فبيدخلوا كلهم تاني البطوله واللي بيفوز هو اللي بيستمر واللي ما يفوزش بيبقى له فرصه تانيه بعد كده لكن الاساس البقاء عندنا للي جاهز ساعتها وقت البطوله. اكيد بتكلم دلوقتي عن يعني استعداد برضه الاتحاد بشكل مختلف عن الاجراءات بقى المفروض يعني الوقائيه والخطه البديله اللي ممكن تبقى مكمله معانا لا قدر الله للسنه اللي جايه لو كورونا لسه مكمله يعني ربنا يسهل لا قدر الله يعني ربنا يستر ان شاء الله بس لو احنا بنتكلم بنفترض ان لسه متواجد معانا فيروس كورونا وطبعا هيبقى موجود معانا منتخبات افريقيه ومنتخبات ودول تانية موجوده في مصر ان شاء الله واكيد طبعا في جماهير مشاركه كمان داخل الصالات ان شاء الله داخل الاستادات يعني واحنا هنعمل بطولات عندنا كلها المحليه في ملاعب مكشوفه
تمام. وده كان الاتفاق مع مجلس الاداره بالكامل ان نبحث على ملاعب مكشوفه عشان خاطر ما نخليش في عدد كبير من الجمهور موجود عشان ما يحصلش برده التزاحم اللي بيتم في كارتين. الكارتين بيبقى احنا بناخد صاله واحد واثنين وبتبقى مليانه جدا من الجمهور ومن اللعيبه عدد كبير جدا. فعشان كده قلنا هنبدا على طول النشاط بتاع الملاعب 9 في الملاعب المكشوفه بالنسبه للبطولات هذا السيزون، مش هدخل في الصالات خالص منعا لحدوث اي اصابه جديده. برضو بفكر في افريقيا ان انا اعملها ايضا حتى لو هعملها على سفح الهرم في مكان مفتوح يبقى افضل بكتير جدا ان انا اعملها في صاله عشان نستغلوا الاستياحه برضو بالظبط. فده الفكر اللي انا ماشي فيه دلوقتي مع مجلس اداره وهنشوف راعي والكلام ده كله بحيث ان احنا نعملها خارج الاستاد وخارج الاطار اللي هو التقليدي العادي. عظيم جدا. بالنسبه لك كابتن محمد شايف مين يعني الدول الافريقيه اللي مصنفه بالنسبه لنا وقدامنا في الكاراتيه وعالميا برضو؟ هو طبعا بالنسبه هو عالميا الحمد لله رب العالمين مصر رقم واحد، حتى في الدول العربيه الافريقيه يمكن الوحيده المؤهله عربيا وافريقيا جينيفر الوحيده المؤهله، فده يعني ان مصر فعلا هي الرائده بغض النظر عن اي نتيجه بتتم في افريقيا، لان افريقيا بالذات في تحكيمها لها معيار اخر، خصوصا ان طبعا الافارقه بيبقى لهم تحيز غير الدولي خالص. الدولي احنا ما فيش بطوله بنطلعها سواء برامر ليج او سيرياس ايه الا لازم يحقق فيها ميداليه او اثنين وثلاثه ذهب وفضه الحمد لله رب العالمين. انما افريقيا بيبقى فيها تحيز شويه، ولذلك هيتم السيطره على الحكام. كان بطوله افريقيا اللي فاتت احنا استعنا ونبينا الاتحاد الافريقي ان يستعين باحد اعضاء اللجنه الدوليه من الحكام عشان يشرف على البطوله. فهي المنافس لنا النهارده هي عباره عن فعلا المغرب قويه، عندنا ايضا جنوب افريقيا قويه، عندنا تونس قويه والجزائر، هم دول اقوى اربع فرق في افريقيا. لكن افريقيا اختلفت عن الاول، والبطولات الدوليه اللي حطتها اجنده الاتحاد الدولي اللي هي برامر ليج وسيرياس اي ودخول الكاراتيه الاولمبيات ساعد ان الدول كلها تتحرك وتبقى لها تواجد على الساحه اللي هي افريقيا بالكامل. يعني الحمد لله فيها نهضه فعلا في الكاراتيه بفضل الاحتكاك اللي موجود اجنده الاتحاد الدولي، وبرده المدربين المصريين عاملين شغل كبير جدا بره. المدرب يعني المغرب مصري لنا الفخر ان معظم الدول، مدير فني منتخب السعوديه ومدرب منتخب السعوديه كاتا وكوميتي مصري، الاردن مصري، المغرب مصري، شيلي اللي كانت فيها بطوله العالم شباب ناشئين مصري. فالحمد لله رب العالمين المدربين المصريين يعني. هل الاتحاد ليه دور في القصه دي؟ والله احنا مدربين عندنا كتير جدا، يعني في دورات من وقت لاخر، دورات تدريبيه للاتحاد اللعيبه اللي عندنا المدربين اللي عندنا بيقدمها للمدربين ان هم يطلعوا للخارج ان هم كلهم مصنفين دوليا. تمام. والمدربين اللي عندنا لهم سمعتهم كويسه جدا نتيجه اسم منتخب مصر عالي وكبير بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومجهود اللعيبه ومجهود مدربين الانديه ومدربين المنتخب بالاخص. لان عبد الفتاح النجار قعد حوالي اكثر من 10 سنين مدرب منتخب مصر. فطبعا خد اسم كبير طلع على منتخب السعوديه. نفس القصه محمد وريم سالم في الاردن قعد حوالي اكثر من 10 سنين ايضا ولا 15 سنه مدرب منتخب مصر. فساعه ما بطل هو بطل عالم دخل منتخب. سيد الفقي نفس القصه مدرب منتخب الاردن المغرب نفس القصه كان برضه ماسك منتخب مصر. فكل دول بيلمعوا من خلال اسم مصر منتخب مصر. فمصر فعلا بتصدر لدول العالم الحمد لله. الحمد لله ان عدد مصر فعلا كبير جدا في مارس الكاراتيه ما شاء الله. اخيرا كابتن محمد، ايه المفروض البطولات الفتره اللي جايه هنشارك فيها كمنتخبات بقى يعني من كل القطاعات سواء كان الشباب او حتى كده؟ احنا عندنا في الشباب حدث بطوله عربيه ان شاء الله هتتم في تونس باذن الله تعالى احتمال في شهر مارس، وعندنا ايضا بطوله افريقيا، وعندنا هيبدا في حاجه اسمها الدوري عالمي للشباب هيبدا من شهر 6 على اساس في عندنا اولمبيات للشباب اللي هي 2022 موجوده في السنغال. فاوتوماتيك الاتحاد الدولي بيعمل لها تارجت نقاط معينه زيها زي بتاع الاولمبيات اللي هي سيريس اي والبريمير ليج، فهيبدا اعدادها من شهر 6 اللي جاي. فعشان كده ده اللي هيبدا المنتخب الناشئين والشباب عندي يشترك فيها، الاعمار السنيه اللي هتتواكب مع اللي هي بطوله بتاع السنه. فعندنا بالنسبه للناشئين، بالنسبه للكبار عندنا بطوله افريقيا اليوم، عندنا بطوله عربيه، عندنا بطوله البريمير ليج بالنسبه للاولمبيات في قلب المغرب ايضا هتكون في شهر اعتقد 3 أو 4. عندنا البطوله المؤهله النهائيه للاولمبيات هتكون في باريس باذن الله في شهر 5 قبل الاولمبيات مباشره، دي اللي هيصعد منها باذن الله تعالى 2 أو 3 للاولمبيات بخلاف جيانا على الاقل ان شاء الله على الصواب. عندنا امل كبير في ربنا وفيه، وعندنا في ريال ايضا، وعندنا ساره عاصم احمد اشرف، وعندنا ياسمين حمدي. عندنا مجموعه كويسه جدا عشان ما ننساش حد، وطه ايضا ومحمد رمضان. فانا عندي امل في ربنا ان هم يجتهدوا من دلوقتي عشان خاطر البطوله المؤهله دي يعني يرفعوا اسم مصر ويجيبوا ميداليه ان شاء الله. هم هيجيبوا لان هم كلهم عندهم طموح. اللعيبه كلها مصنفه والحمد لله كلها لعيبه موهوبه بالزبط. وعندهم دايما الاصرار والعزيمه، دايما اي بطوله بيطلعوا فيها يجيبوا ميداليه بعد الاولمبياد دي يمكن ان شاء الله متواجدين معانا دايما بشكل مستمر. طبعا كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وكمان نائب رئيس الاتحاد العربي، نورتنا جدا وكل التوفيق
ليك يا رب الفترة اللي جاية ولكاراتيه. شكرا جدا ليك، بشكركم، نورتنا. متشكرين ألف شكر. شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا جماعة، كده خلاص حلقتنا النهاردة خلصت معاكم من إنبوكس سبورتس. استنونا الأسبوع اللي جاي، وبكرة حلقة جديدة من إنبوكس. استنونا.